طيبة أسرة من هاد الحي ديالنا المبارك بكوفيد كورونا 19. الحمد لله جات العون السلطة بصفة القيد والأعوان ديالو الحمد لله، وحاولوا تكون واحد الحجر صحي من بعد الناس تنقلوا يعني المسائل يعني ديالهم أدوا التحاليل ديالهم وأصيبوا بالفعل العائلة كاملة إن شاء الله تعالى. من بعد إن شاء الله تعالى حاولنا الحي من بعد سدوا الحي، حاول الجوانب ديال الحي باش الناس ما تتأذاش وما يدخلوش السيارات. وجات مع العيد المبارك العيد الأضحى، حاولوا الناس نديروا مجهود باش الحجر الصحي يكون 100% باش الناس ما يتصابوش. مع العلم عندنا الناس كبار في السن وعندنا الاطفال صغار جدا، والحمد لله بفضل المعاونه ديال الناس ديال الحومه الشباب اللي الله يجزيهم بخير يعني ديال الحي، حاولوا نديروا مجهود باش الناس يعني تكون الحجر الصحي 100% باذن الله تعالى، حتى الناس ما يصيبوش بهذا الوباء باذن الله، وما تكونش العدد الحمد لله حاول تحتصر غير في هذه العائله. وما كانش جديد الحمد لله بعد ان يعني العون السلطه بصفه القائد والاعوان ديالو داروا التحاليل جوج مرات وخرجت الامور سلبيه الحمد لله، حنا فرحنا ما كاين حتى حاجه يعني جديده. سدوا هنا المنطقه ديال الحي ديالنا اللي هي الديمه، لانه كان هناك حالات مؤكده تصابت بالفيروس كوفيد 19، وجات السلطات بالقايد وعون السلطه سدوا الحي صراحه خوفا من تفشي هذا الفيروس هذا وخوفا من الانتشار ديالو. وحنا كساكنه وسط الحالات اللي تاكد على انها تصابت بفيروس كورونا درنا التحاليل ديالنا وفق التعليمات الاحترازيه اللي وصلت بها لوزاره الصحه، وواقفين علينا الحمد لله السلطات. درنا تقريبا ما يقارب تقريبا شي 70 تحليله من بين ذوك الناس اللي تشكى على انهم كانوا من المخالطين ديال الحالات اللي تاكدت الاصابه ديالهم، والحمد لله كانوا تحاليل سلبيه. وكما كتشوفوا لحد الان راه باقيين الحي ديما باقي تحفظ على الاجراءات الاحترازيه باش ما نفشيوش هذا المرض هذا. وهاد الحجر اللي داروا حي ديما من بعد ما انتشر هذا الفيروس، من بعد ما تاكدت وجود حالات تصابت بهذا الفيروس هذا، فهو حجر عادي جدا، لانه الناس ديال ديما فهم وسط المغرب وحنا الناس كنخافوا على المغرب. هذاك الشيء حنا درنا الحجر، يعني ماشي حنايا من اللي درنا لنا الباريات راه صافي فقدنا الامال ولا شنو. هذاك اجراءات عاديه جدا، اي حي تصاب تاكدت على وجود حاله فيه من فيروس كورونا، فمن الضروري الناس هم يديروا الحجر ديالهم بوحدهم. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.